فاسم كناس بشراكة مع المديريات الإقليمية وجمعية سيس، دوري مصغر لكرة القدم للفئة أقل من 13 سنة بالمركب الرياضي بفاس وبحضور أطر الشبيبة والرياضة والمدير الجهوي لقطاع الشباب والرياضة فاس مكناس السيد عبد القادر الزوين بتأطير مجموعة من الفرق الممثلة بتسع أقاليم، كل من المدير الجهوي الإقليمية تازا والمدير الإقليمية توشطات ثم ملعقوب ثم المدير الإقليمية صفرو ثم المدير الإقليمية الحاجب، فضلا عن مشاركة فرق من جمعية سيس. أسفرت أطوار هذا الدوري بتتويج جمعية سيس بالمرتبة الأولى وفريق مدرسة كرة القدم للمديرية الإقليمية فاس بالمرتبة الثانية. السلام عليكم، معكم أشرف الضاخ حارس مرمى فريق إقليمية سيس. هذا النهار جينا باش نشاركوا في دوري الشباب والرياضة، كنشكروا هاد المؤطرين على هاد المجهودات اللي قاموا معنا بها. ثم يأتي فريق مديرية إقليمية ملعقوب بالمرتبة الثالثة، هذا فيما يخص الفئة الأولى. أما الفئة الثانية أقل من 14 سنة أفرزت تتويج جمعية سيس في المرتبة الأولى، ثم المرتبة الثانية تحصل عليها فريق مديرية الإقليمية صفر، أما المرتبة الثالثة لفريق المديرية الإقليمية حجر. عرفت هذه الدورة تألق مواهب كروية من مختلف الفئات، كما عرف التنظيم تنسيق محكم وتنشيط أدخل البهجة على قلوب الفئات المشاركة، فضلا عن إظهار روح عالية وفرجة أمتعت الحضور بالمستوى الرائع الذي قدمه الفئات العمرية.